ومعنا مباشرة من المنامة هادو الموسوي نائب المستقيل عن كتلة الوفاق البرلمانية. سيد موسوي، بداية كيف تقرأ خطوة الوفاق في الانسحاب من هذا الحوار؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نعتبر الانسحاب هو جزء من يعني من العمل الوطني الذي نعده سلفا، وإنما هذا من مخرجات الهندسة التي على أساسها وضعت مكونات هذا الحوار. هذا الحوار منذ البداية لما رأينا فيه التشوهات والثغرات كنا صريحين جدا وشفافين مع السلطة ومديري الحوار، وقلنا لهم أن مرئياتنا حول الإجراءات والآليات والمكون وما سيفضي إليه هذا البرنامج الحواري وحتى الأجندة التي وضعت لمناقشتها نريدها أن تكون قادرة على حمل الحلول والمعالجات الواقعية لأزمتنا القائمة. إلا أنهم لم يتجاوبوا في ذلك. قدمناه شفهيا، قدمناه كتابيا، قدمناه لإدارة الحوار، قدمناه حتى للسلطة، لم يكن هناك استجابة. نحن بالنسبة لنا لا نتضرر أبدا من عملية حوار حضارية تنقلنا مما نحن فيه إلى ما هو أفضل، ولكننا نتضرر من أشباه الحوار أو الصور غير الواقعية التي يكتب عليها هذا حوار توافق وطني، وبالتالي سندخل في نفق ونخرج منه وكأننا يعني كنا نتجول في ما لا طائل منه ولا فائدة. نحن حينما ننسحب نريد أن نقول للسلطة وللمكونات الشعبية كونوا واضحين ومتجهين مع أنفسكم، شفافين في يعني إيقاع حوار وطني قادر على إخراج البلاد. نعم. من ولكن سيد الموسوي، قد يقول البعض إن هذا ضياع لفرصة أعطيت لي المعارضة من قبل ولن يجدوها. قلت لك البعض يقول إن هذه ربما ضياع لفرصة أعطيت لي المعارضة، يعني الدخول في هذا الحوار، هل هذا صحيح؟ أنا أتأسف جدا لأنني لا أسمع الصوت، يعني لا أريد أن أجيب بشيء يختلف عما تسألني في معذرة. هل تسمعني جيدا الآن؟ الآن أسمعك بنفس الحالة ولكن سأحاول بقدر الإمكان. تفضل. طيب، ما هي توقعاتك بشأن رد سلطات المنامة على هذا القرار؟ ما هي توقعاتي بردود فعل السلطات في المنامة على هذا القرار؟ نعم. السلطة عرفت منذ البداية حينما تقدمنا بكل مرئياتنا التي توضح تماما الوجه الآخر لرؤيتنا حول الحوار منذ البداية، وحينما كنا صادقين وأصدقنا ووضحنا رأينا في هذا الأمر كانت تشعر بأننا صادقون، ولكنها لم تتجاوب معنا في هذه المسألة. الآن وقد انسحبنا من الحوار ونحن نشكل 1.6 مما مجموعة 320 مشارك، يعني بقي 98.4 من المشاركين موجودون هناك لتعمل السلطة معهم على إنجاح الحوار. هل يعقل في الدنيا أن 1.6 من أي مكون يتسبب في إفشال الحوار؟ إن كانوا بإمكانهم أن ينجحوا هذا الحوار فبها ونعمة، نحن لا يضرنا أن ينجح الحوار، بالعكس نحن أول المستفيدين من نجاح هذا الحوار، ولكن هناك نجاح مغلف ومبطن وهناك نجاح حقيقي. النجاح الحقيقي هو الذي سينقل البلاد مما هي فيه من اللا استقرار إلى بلد يعيش استقرارا مستديما ويعالج أزمات شعبه. سيد الموسى، الآن بعد هذا الانسحاب من الحوار، يعني ما هي الأوراق التي بيد المعارضة حاليا؟ كل الأوراق التي كانت بيدنا من أمس قبل 14 فبراير وإلى مدى 10 مضت وستكون بيدنا بكرة وبعد بكرة وبعد 20. هذا هو الصراع السياسي، أن نستمر على مطالبنا، أن نصر على حقوق شعبنا، أن نرفض الإجراءات الظالمة، أن نوظف كل أسلوب مسالم
وحدتنا أثبتنا ذلك منذ 14 فبراير إلى اليوم. الشعب ضرب أروع الأمثلة السلمية والحضارية بينما قوبل بالمواجهة وبالعنف وبالتشريد وبالحرمان من الحقوق المدنية وبالفصل من الأعمال وبالاعتقالات التعسفية وباستعمال القوة وبالفصل الطائفي وما إلى ذلك. سنبقى نصر على مطالبنا ما بقينا، لأن هذا يجري في دمنا. من حقي أن أعيش كريما عزيزا محترما على أرض بلد، هذا ما نريده وسنبقى كذلك. والخيارات أمامنا كثيرة، لأن الحياة لا يعني تعجز عن إعطاء الناس قدرتهم على الإبداع في إثبات وجودهم. بالأمس كان الناس يكتبون البيانات ويكتبون المنشورات في أوراق ويطبعونها في المصابع وما أعرف إيش، ويروحون ويوزعونها في المساجد وما إلى ذلك. اليوم أمامنا كل وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو الدولية، وسائل الاتصال، التواصل الاجتماعي، أمامنا القدرة على التواجد في التجمعات البشرية لنحن صوتنا للعالم. كل هذه خيارات موجودة ولا نلام عليها إذا أصرينا بها، لأننا مسالمون ومصرون على حقنا. من المنامة هذه المساوية، نائب المستقيل عن كتلة الوفاق البرلمانية، شكرا جزيلا لك.